شو القصة؟ هذا هو يلي حط المخدرات مع البضاعة. اشياما وقانشي بيشتغلوا معي وشافوه عم بيحط المخدرات بالصندوق، وكان رح يهرب لبرا بس أنا مسكته فورا. شندي مورسي، خده فورا على غرفة التحقيق وسجل له كل أقواله. يلا تحرك تحرك. سيدي بترجاك تطلعوا لساتيش. للأسف ما بنقدر نطالعه بهالسرعة. ليش سيدي؟ إذا المجرم الحقيقي صار عندكم. لسه عم نحقق معه، وطالما التحقيق مستمر ما بنقدر نطالعه أبدا. سيدي طيب شو مشان البضاعة يلي صادرتوها؟ تقدر تاخدها، بس أنت ما رح تقدر تصدر شي منها باسم ساتيش أبدا. ليش؟ لأنه نحن بصراحة لغينا الرخصة تبعه. إذا بدك تصدر البضاعة لازم أنت تعمل رخصة جديدة. عفوا سيدي لو سمحت، ممكن شوف ساتيش وأحكي معه شوي؟ تكرم ما في مشكلة. شندي خده خليه يشوف ساتيش شوي. شكرا سيدي. آسف كتير، أنا غلطت ووثقت بشيبه، ما كنت عارفان أنه ممكن يخوننا. أرجوك ساتيش لا سامح. مازن ما في داعي تعتذر بالمرة، عادي بسيطة يعني، بكتير من الأحيان بتوثق باللي حواليك وبتطلع ثقتك مو بمحلها أبدا. لا تقلق. شكرا كتير، واحد غيرك ما كان ممكن أنه. لا تفكر كتير بالموضوع مازن، اللي صار قضاء وقدر خلص. من شوي أنا سلمت شيبو للشرطة وهلأ رح يحققوا معه وبعدها رح يطالعوك فورا. ماشي اللي شو أخبار فارشا؟ أكيد بتكون مقهورة هلأ. هي كتير متضايقة والله، بس بتمنى ما تاكل هم أنت. طالما أنا موجود ما تقلق أبدا. ما عندي شك. وكمان في شي تاني، الجمارك ألغت الترخيص تبعك ولازم نعمل ترخيص جديد لحتى نقدر نشتغل سوا. لا تاكل هم، نعمل ترخيص جديد، وين المشكلة؟ ليك مازن، المشاكل اللي بتمر بالحياة لازم نواجهها بشجاعة وقوة لحتى نربح. نحن رح نصمد. لما كنت صغير قريت مرة ما فيك تعبر النهر إذا بتخاف من المي، واللي عنده إصرار لا يمكن إنه يخسر. لا تقلق. وهلأ يلا قوم روح على البيت لأنهم بحاجتك، ودير بالك على فارشا كمان. ما تقلق أبدا، انتبه على حالك. كيف؟ قلت لي شيبو خانك وغدر فيك؟ ما عم صدق ابدا انه هالشاب ممكن يعمل شيء مثل هاد. وانا كمان مالي مصدق، بس للاسف فعلا شيبو هو اللي طلع عم يخونني من زمان، وطلع واحد ندل. اجيت نبهني اكثر من مره اني ما اوثق فيه نهائيا، بس انا ما سمعت كلامه ابدا، وهلا انا وساتيش عم ندفع ثمن هي الغلطه. سمعته انتزعت وأنا خسرت مصارية وخجلان، حط عيني بعين أجيد. مازن أنا حاسة فيك ومقدرة صدمتك ووجعك، بس هذا مو غلطك أبدا، أنت حطيت ثقتك فيه، بس هو غدر فيك وخانك كمان، وأنا متأكدة أنه أجيد ما رح يلومك على هالشي أبدا. جانا ما بعرف إذا رح يلومني ولا لا، بس لازم روح لعنده وأعتذر منه. لشو هالشناتي هي؟
ايه صحيح، نسيت اني خبرك من امبارح. انا وابوك وعمك وحماتك قررنا انه نروح اليوم كلياتنا سوا مشوار لحتى نصلي من شانك انت وحبيبتي جانا، وندعي لحفيدنا او حفيدتنا انه يجوا على الحياة بخير وسلامة. حلو، لكن امي نحن رح نجهز حالنا انا وجانا لحتى نروح معكم. ايه لك انت مجنون شي؟ ليش؟ سامعة؟ سامعة جوزك؟ بدك تخلي جانا تسافر معنا وتتعذب وهي حامل ووضع صعب؟ مو معقول. ليك بس نحن الأربعة رح نسافر، انت رح تضل هون جنب مرتك وتعتني فيها لحتى نرجع من السفر، وإياك تهملها أو تغيب عن عينك لحظة وحدة. سمعتيني؟ لازم ترتاحي، هو بروح على الشغل تبعه وانتي بتحطي راسك وبتنامي، وإياك تفكري تشتغلي شغل البيت. ها اوعي. ألو؟ وانت لحظة إياك شوي أمي لحظة. مرحبا، معك الدكتورة غانغولي. تقارير جانا الطبية وصلت، تقدر تجي على المستشفى لعندي؟ ايه جاي فورا. المكالمة من الدكتورة، التقرير تبع جانا وصل وانا رح روح. طيب بتحب اجي معك؟ لا لا امي ما تحسبي حالك، انا رح روح جيبه لحالي، وبعدين يمكن روح على الشغل وما اقدر شوفك، مشان هيك امي امسكي خليهم معك، واذا احتجتوا شيء اتصلي فيني لا فورا. لا تاكل هم ابني، اكيد الرب رح يكون معنا. اكيد. ها؟ انا رايح، انتبهي على حالك. ها ما بدي ارجع وصيكي مره تانية، ما بتشتغلي شي، لو شو ما صار يصير. ها بتاكلي منيح وبتنامي وبترتاحي وبس، وغير هيك لا. يلا معزين، نتائج الفحوصات تبع جانا طلعت وبين معنا انه عندها مشاكل بالحمل، لهذا السبب كانت عم تتوجع بشكل دائم، ولهيك رح نضطر انه نعمل لها عمليه فورا. عمليه؟ بس دكتورة أنت قلتي لي إنه ما في داعي للعملية وما في شيء بيخوف. إيه مازن، الموضوع ما بيخوف، ما في داعي تقلق أبداً، العملية صغيرة وإذا عملناها بالوقت المناسب ما في أي خطر، بس إذا تأخرنا عليها ممكن إنه تضاعف حالتها كتير وممكن تتهدد حياتها وحياة الجنين. لا 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 دكتورة، ما لازم نهمل الموضوع أبداً، وأكيد لازم نجهز للعملية فوراً. بس مازن، نحن رح نجيب أخصائيين لهي العملية، ويمكن نحتاج تجهيزات طبية ومستشفى خاص كمان. صحيح العملية صغيرة بس هي بتكلف كتير. يعني قديش ممكن تكلف العملية؟ بحدود 200 أو 300 ألف. معقول؟ كل هاد؟ وقديش رح يكون معي وقت لأقدر أمن هذا المبلغ دكتورة؟ يومين أو ثلاثة بالكتير، وما فينا ننطر أكتر من هيك، وإلا ممكن الأمور تتعقد ووقتها ممكن ما ينفع معنا أي علاج بالمرة. العملية لازم تصير خلال يومين، وإذا تأخرنا ممكن. لا 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 جانا، ما لازم يصير لشي، رح أمن المبلغ من تحت الأرض. ابني لازم يجي على حياة سليم ومعافى، بس مبلغ كبير مثل هذا من وين رح دبره؟ من وين؟ أحلى كاسة شاي. مازن، المطر كتير حلو، ما بتتذكر لما شفتك تحت المطر؟ شبك؟ صاير شي؟ لا بس تعبان شوي، بتعرفي من الصبح بالشغل ومضغوطين كتير، مشان هيك عم فكر انا اتسطح وارتاح شوي. المطر السنة رح يكون كتير لطيف، لأنه أنا وياك مع بعضنا رح نمشي تحت المطر ونعيش لحظات حلوة كتير، بس السنة الجاية رح يكون أحلى، لأنه ابننا رح يكون معنا ويحلي حياتنا. بين معنا أنه معنا مشاكل بالحمل، ولهيك رح نضطر نعمل العملية. صحيح العملية صغيرة بس بتكلف شوي، بحدود 200 أو 300 ألف، يومين أو ثلاثة ما بنقدر ننطر أكثر، وإلا ممكن الأمور تتعقد وقتها يمكن ما ينفع معنا أي علاج.
التليفون؟ سيدي أنا فارشا زوجة ساتيش، ممكن نشوفه لو سمحت؟ للأسف لا، لأنه لسه ما تبرأ من التهم تبعه. التحقيق رح ينتهي بهاليومين، ولما ينتهي بيقدر يطلع، وقتها بتشوفيه على راحتك. بس سيدي أنا لسه لهلأ ما شفته ولا مرة من لما مسكتوه وجبتوه لهون، وحابة أطمن عليه شوي، ممكن شوفه ولو دقيقة لو سمحت؟ مدام هون مكان أمني، مو أوتيل تقدري تزوري فيه مين ما بدك. ما بتقدري تزوري لا أنت ولا غيرك لحتى ينتهي التحقيق بالكامل. بعدين ليش قلقانة؟ إذا المجرم الحقيقي بالقضية انكمش، ما تفكري أبداً أنه نحن مبسوطين لأنه زوجك موقوف عنا. رجاءً تفضلي، لا تضيعي وقتك ووقتنا. حضرة الضابط، طولي بالك فارشا، ساتيش ما رح يطلع إذا زعلتي وبكيتي. لازم نصبر يا بنتي، وإن شاء الله التحقيق بيخلص فوراً وبيطلع. لا تزعلي. بس أنا كنت بدي أشوفه شوي. ليكي فارشا، ساتيش بريء وما عليه شيء أبداً، القصة كلياتها بس إجراءات قانونية، وحضرة الضابط عم بيقول رح يطلعوه هاليومين، لهيك ما في داعي للقلق. ماما أنا خايفة عليه كتير وأكل همه كمان، ما بعرف شو وضعه هلأ. كيف ممكن شخص نظيف ومظلوم وبريء ينحط بالسجن ظلم ويتهم بهيك تهمة وسخة؟ كل البلاوية اللي صارت بسبب مازن، وأنا ما رح سامحه أبداً، ورح خليه يدفع الثمن غالي. حبيبتي الله يخليكي، مو وقت هالحكي هلأ، خلينا نمشي. باي مازن، حاول اليوم ما تتأخر ماشي؟ ما تشتغلي شي أبداً ها؟ وحاولي ترتاحي. ما تاكل همي أبداً، أنا كتير منيحة، بوعدك ما رح أشتغل شي، طمن. ماشي، وأنا رح حاول قد ما بقدر أرجع بكير. انتبهي على حالك. باي. مازي انت بتحب جانا كتير، ماهي تعرف جانا عن جد محظوظة كتير لأنه عندها زوج مثلك. ما بعرف إذا هي كانت محظوظة فيني فعلا، بس عن جد أنا كتير مبسوط لأنه هي موجودة بحياتي. سكريتي بدي منك خدمة صغيرة، تركت جانا لحالها وهلا هي مرضانة وأنا هلا لازم أروح، إذا ممكن أنك أنت ما تاكل هم بنوب، روح على شغلك وانت مطمئن. رح دير بالي عليها واهتم فيها بين ما ترجع ماشي؟ شكرا. مرحبا. لك اهلا مازن، شو اخبارك؟ شلون هيك اجينا على بالك؟ بصراحة استاذ انا قصدك بخدمة. شو القصة قلي؟ بتمنى تساعدني لأنه الموضوع كتير مهم بالنسبة لي. طيب كيف فيني ساعدك؟ أنا بحاجة 200,000 روبية. 200,000؟ عن جد؟ شبك مازن كأنك أنت عم تطلب 200 روبية. آسف كتير، أنا ما فيني دينك هيك مبلغ. أستاذ من فضلك اكتب الورقة اللي أنت بدك إياها، والمبلغ بيرجع لك إمتى ما أنت بتحدد. الموضوع بالنسبة لي كتير مهم يا أستاذ. قلت لك ما بقدر، ما تحرجني أكتر من هيك. بترجاك تساعدني. شو ما عم تفهم؟ ما تضيع وقتك ووقتي، يلا لو سمحت.
جانا؟ 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 قولي لي شو يعني رجعت معدتك توجعك؟ حبيبتي انتي عندك دواء بالبيت شي؟ طيب اهدي شوي جانا، انا رح روح واتصل بالدكتور تبعك فورا. مازن شوفي منيحك اجيت لانه مرتك جانا. شبها جانا قولي لي شوفها. جانا حبيبتي انتي منيحة؟ شو صار معك؟ شو حاسه جانا؟ مازن بطني. جانا ان شاء الله روحي جيبي سياره فورا للاسعاف. ايه حاضر. حملي شوي يلا ان شاء الله. شو ما لقيتي سيارة؟ لا رح روح لقدام شوي. بسرعة بسرعة يلا. جانا مشان الله تحملي شوي، رايحين على المستشفى يا جانا. طولي بالك يا حبيبتي طولي بالك. طولي بالك حبيبتي طولي بالك. آه يا عالم يا ناس وقف يا معلم. شاهد تحملي حبيبتي تحملي شاهد الله تحملي لا تخافي. دكتورة 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 شو القصة؟ جانا كثير موجوعة يا دكتورة وما عم تقدر تتحمل. يلا أعطيني إبرة. حاضر دكتورة. استعجلوا. حاضر. مازن الموضوع صار خطير، وضع لجانا صار كتير سيء ونحن لازم نعمل لها العملية فورا، وضروري نستعجل مشان حياتها وحياة ابنها كمان. انت لازم تأمن المصاري بسرعة. صار له يومين ولهلأ المحقق هنيك ما عم يطلق سراحه. سيدي أنا ما عم أفهم شي، إذا المتهم الحقيقي انكمش فليش ساتيش لهلأ بالسجن؟ فهمني. وفوق هيك ما خلوني أشوفه أو أحكي معه حتى. سيدي أنت ضابط شرطة، بترجاك تساعدني. ست فارشة ما تقلقي أبدا، المتهم الحقيقي صار تحت إيدنا وإن شاء الله ساتيش ما رح يتأخر أبدا. بوعدك تابع الموضوع شخصيا اطمني. شكرا سيدي شكرا كثير إلك. فارشا انت شو جابك لهون؟ أنا ماني طايقة أشوف وشك أبداً.
لهيك روح من هون فورا قبل ما احكي شيء بيزعجك ويكبر القصه كمان. فارشا انت فيكي تزعجيني وتحكي شو ما بدك، بس اسمعيني شوي من فضلك. اسمع شو؟ شو بدي اسمع؟ زوجي هلا مرمي بالسجن بسببك، صار له يومين ولسه ما طلع لهلا، وحتى ما خلوني شوفه، وجاي هلا انت بكل بساطه وعم تقلي اسمعيني؟ انت ما عملت شيء لحتى تساعده، وبكل وقاحه جاي تضحك علي. لا يا فارشا، انا جاي لهون لاني محتاج 200,000 روبية ضروري كتير. كيف؟ أرجوكي جانا، حضرتك جاية تدين مصاري؟ زوجي المسكين انت زعت سمعته وعم يتعذب ويعاني بالسجن بسببك، وانت جاية تاخد مصاري مني؟ وقاحتك ما لحدود. فارشا بترجاكي، جانا أختك بالمشفى ولازم دبر المصاري فورا مشان العملية. كذاب ومنافق كمان، وأنا ما رح صدقك أبداً لو شو ما قلت. ليش؟ أنت بتعرف منيح أني مستحيل أعطيك مصاري لو شو ما عملت، لهيك جاية تشحد على اسم أختي جانا؟ بس ليش لحتى أكذب؟ لأنك كذاب ومنافق. خسارة. فارشا أرجوكي صدقيني، أنا عم بحكي الحقيقة ورح رجع لك مصاريكي بأسرع وقت كان. بعرف شو هي الحقيقة، ما في داعي تألف قصص، ضعتك تصادرت وبدك مصاري لتحاسب زباينك والعمال اللي عم يشتغلوا معك، وكل عادة ما معك شي ومفلس، لهيك جاي لهون تشحد. بس لازم تفهم شغلي قبل يا مازن، انا قلبي مانو طيب مثل ساتيش لحتى اغلط وساعدك. بكفي بقى، انا هلا بدي مصاري لانه جانا بالمشفى ويمكن تموت هي وابني باي لحظه كانت. كذبك ما رح يصير حقيقه اذا رفعت صوتك، فهمان؟ اطلع من بيتي يلا. اسمعيني شوي. يلا من وشي. استني فارشا. يلا من هون عم اقول لك. فارشا. رحت لعند فارشا وكل لي أمل، بس هي رفضتني وقلعتني. أنا شو أعمل؟ أنا عجزت، عم بعمل المستحيل وزد نفسي وكرامتي قدام الناس لأنقذ مرتي وابني، بس كرامتي ما لها أهم من حياة أغلى الناس عندي. أنا مستعد زل حالي وأكسر نفسي لأي حدا لحتى أنقذ حياتهم. أنا لازم أحكي مع فينود، حتى لو ما كان معه مصاري بيدبر من أي حدا من معارفه. يا الله دخيلك، مين عم يتصل هلأ؟ ألو. ألو، مرحبا مانو، أنا مازن. فينود ما عم يرد على موبايله، ممكن أحكي معه بسرعة لو سمحتي مانو؟ بس فينود مانو بالبيت. إذا في شي مهم قلي. أنا بخبر لك يا، ولما يرجع خليه حاكي. ما انه الوضع كتير خطير، جانا هي بالمشفى، حالتها كتير صعبة، وانا بحاجة ل 200,000 روبية للعملية، ولازم احكي مع فينود. اعطيني رقمه التاني لو سمحتي يا مانو. الو الو مازن، ما عم اسمعك ابدا. مانو اعطيني رقم فينود التاني. الو مازن، الو الو مصاري، أنا حذرت. الخط ما عم يعلق أبدا، شو بدي أعمل؟ مع مين بدي أحكي؟ أجيت، بس شو رح أقول له؟ وبأي عين بدي واجهه؟ لا لا لا، أنا بحاجته ولازم اتصل، حتى لو كان زعلان مني كتير، أنا ما عندي خيار تاني، لازم اتحمل شو ما كانت النتائج. معلش، لازم انقذ جانا بأي ثمن. غريب، ليش عم يتصل بأجيت؟ شو القصة بهالليل؟ أجيت اسمعني، أنا غلطت كتير لأني ما سمعت كلامك ودفعت ثمن غلطي. أنا بدي إياك تسامحني أرجوك، وأنا جاهز لأي شيء بدك إياه، بس هلأ أنا بحاجتك والموضوع ضروري كتير. أنا بحاجة 200,000 روبية فورا، جانا بالمشفى وحالتها خطيرة كتير ولازم نعمل لها عملية فورا. أرجوك أرجوك دبر المصاري بأي طريقة، وأنا رح رجع لك إياهم بأسرع وقت ممكن يا أجيت، صدقني. ألو ألو
أجيت قل لي أنت عم تسمعني ولا لا؟ عفوا أنت غلطان. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، يرجى المحاولة لاحقا. درويش، لا، حتى جانا رح تزعل إذا عرفت إني كسرت نفسي لشخص واطي وندل مثل درويش. لا 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 لا، ما لازم أكسر نفسي إله أبدا. بس ليش ما أطلب منه؟ أنا بموقف حرج وما عندي حل تاني أبدا. إذا صار شي لجانا ما رح سامح حالي أبدا. درويش شخص سيء كتير، بس بيضله من العيلة، وأنا لازم جرب. أنا رح روح لعنده فورا وقل له يساعدني. بس الشيء اللي عمله مع فايشو سيء كتير وقذر. لا، أنا رح روح لعنده فورا. لازم أنقذ مرتي وابني مهما كان الثمن، وما بيهمني اللي رح يصير أبدا. ضغطة 150 على 90. جانا، أنت خايفة شي؟ أرجوك ريحي حالك، كل ما توترتي أكتر كل ما ارتفع ضغطك أكتر، ونحن ما منقدر نعمل العملية إلا إذا كان ضغطك طبيعي. حاولي تسترخي بقدر الإمكان. جانا، أنا حاسة فيكي، الشخص بهيك حالات طبيعي يخاف ويتوتر، بس اطمني ما في شي بخوف، لا تقلقي ماشي؟ مبروك يا درويش. شكرا. انت بالفعل فاجأتني وعملت العجائب، ما صار لك شهر راجع من دبي وقدرت تعمل صفقة كبيرة ومميزة، شيء ما بيصدق. برافو عليك. هذا بفضل دعمك إلي سيد باتيا. انا عندي ايمان كبير انك رح ترجع تبني شغلك من جديد بطريقة ناجحة ومثالية كتير، طالما متحمس. تفضل لأشرح لك عن مشروعي الجديد. تفضل معي. وبتمنى انك تشوفه. درويش، انا واقع بورطه كبيره وبحاجه لمساعدتك. اسمعني. اوه، تفضل، اهلا وسهلا فيك بالحفله. اوه اسف، بعتذر لاني ما عزمتك، بس بعرف إنه بحياتي ما كنت أحلم إنك تجي بنفسك على حفلتي، بس إجيت مع إنه ما حدا عزمك أبداً. أنا كتير محظوظ. ليك مازن، أنا بكرة رح أنشر هالخبر التاريخي بكل الجرايد والمجلات، رجل المبادئ الأول موجود ببيتي. درويش بترجاك، أنا واقع بورطة كبيرة وبحاجة لمصاري بأسرع وقت ممكن. درويش، على مهلك مازن، لا تحكي الهم المصاري، تعال رح أعرفك على أصدقائي. تعال، انتباه شوي لو سمحتوا. اليوم حابب أعرفكن على شخص خاص ومميز لأبعد حد. بعرفكن السيد مازن ديشموخ، شخص صادق وأمين وبيحب الخير للناس كلها، وبحياته ما أذى أي حدا. وإذا حبيت أحكي عن أخلاقه الحميدة ما بقدر خلص بيوم واحد. بحياته ما كذب، والأهم ما بيتحمل يشوف حدا عم يكذب أبداً، وما بيقدر يشوف حدا واقع بمشكلة. مكرس حياته ليساعد الناس ويحل مشاكلهم، ولهلأ ما قبل يكسر نفسه لأي حدا كان أو يترجاه لحتى يساعده بشيء. بس اليوم في شي غريب، اليوم زل حاله إلي وشحد مني أنا. ليش؟ اسمعني شوي. تفضل.
خلينا نسمع. هات خبرنا، شو هي المشكلة اللي عم تواجه شخص عظيم ومثالي مثلك انت؟ ليش لتضطر تشحد من شخص ظالم وقاسي مثلي؟ أرجوك حاج تحكي هيك بقى. جانا بالمشفى وأنا بحاجة 200,000 روبية للعملية، وحالتها خطيرة كتير، وما لقيت حدا يديني هذا المبلغ. أرجوك إذا بتقدر ديني، أرجوك يا درويش. شو قلت؟ قديش المبلغ بالله؟ أنا ما سمعتك منيح. 200,000. 200,000؟ إيه 200,000. طيب اللي ليش عم تترجاني هيك؟ يعني ليش خجلان مني؟ طلع فيني لشوف وحط عينك بعيني انت وعم تطلب. حابب شوف بعيوني. مازن اللي كرامته ومبادئه واخلاقه بالسما كيف بيصير لما يجي لعندي ويطلب المساعدة مني؟ شباك طلع فيني هون شحاد مني مثل الشحادين اللي بالشوارع لشوف. حابب شوفك على حقيقتك لأنك مو أكتر من شحاد، ورغم كل عن جهيتك هلأ صرت مثل الحيوان الأليف. كنت كتير تتباهى وتفتخر بحالك وتحاكي الناس بفوقية وتعالي وتحكي معي بثقة كبيرة وترفع صوتك علي، بس هلأ أنت ولا شيء أبداً. كل إنسان بيجي يوم وبيوقع فيه، بس بالمقابل بيجي يوم مناسب لياخد بيتارو من أعدائه، واليوم يومي أنا. اللي لشوف وين غرورك وفوقيتك؟ وين راحوا كلامك وثقتك؟ وين راحوا أخلاقك وكرامتك؟ تركتهم كلهم برا ما هيك؟ عظيم، هذا اللي بدي اياه تماما. بدي شوفك عاجز وضعيف وتعرف شو معنى انك تكون مقهور وعم تتعذب. عم تفهم علي ولا لا؟ عم تستوعب شو يعني معاناة؟ شو يعني توقع بورطة وتحمل مشاكلك والبلاوي لحالك؟ عم تستوعب؟ انت بتشوفني انسان سيء صح ولا لا؟ صح، انا حدا سيء. انا زلمة متزوج تنتين، بس بقدر اصرف عليهم وعيشهم افضل حياه بيحلموا فيها، وبقدر امن لهم كل احتياجات الحياه. بس انت عاجز تعيش زوجه واحده وتامن لها ابسط شروط الحياه، وطبعا هلا هي مرضانه وحضرتك جايه تشحد. روح، ما في مصاري اعطيك اياها، انا ما بقدر ساعدك ابدا. روح انقذ حالك، روح بيع مبادئك، عرضها بالسوق، بيع قيمك وأخلاقك وجيب مصاري لشوف شو رح ينفعك هالحكي الفاضي تبعك كله. تفضلوا انبسطوا. جانا حاولي تسترخي. اوكي سكرتي وين مازن؟ اهدي ارتاحي هلا. لا جانا روقي، رح احكي مع الدكتور فورا. ماشي عفوا، بدي اقول لك جانا هلا حالتها عم تسوء اكثر. وين الدكتور؟ شوي وراح يوصل الدكتور، بس ما راح يفيدكم بشي اذا اجا. العمليه ما راح تبدا قبل ما يندفع كامل المبلغ، هذا هو قانون المستشفى. بس وضعها كثير خطير وهي حالتها عم تسوق. ما تقلقي ابدا، زوجها راح يجيب المصاري وما بيتاخر بالمره. ليكي وضعها ما بيسمح التاجيل ابدا. نحن ما بنحمل مسؤوليه. عفوا بس لو هي ما بتقدر، ما بنقدر نخالف القوانين نهائيا. خبري زوجها يدبر مبلغ باسرع وقت، والا حناخذ التدابير اللازمه. مازن
فاهم شغلة قبل يا مازن. أنا قلبي ما طيب مثل ساتيش لحتى أغلط وساعدك. اطلع من بيتي يلا. طلع فيني، اشحاد مني مثل الشحادين اللي بالشوارع. حابب شوفك على حقيقتك لأنك مو أكتر من شحاد، ورغم كل عن جهيتك هلأ صرت مثل الحيوان الأليف. أنا متزوج تنتين بس بقدر أصرف عليهم وعيشهم أفضل حياة بيحلموا فيها، بس أنت عاجز تعيش زوجة واحدة وتأمن لها أبسط شروط الحياة. جنى، طولي بالك شوي حبيبتي. يا ممرضة، شو اللي عم بيصير؟ ليش لساتكم ناطرين لهلا؟ حالتك كثير سيئة وخطيرة وما عم تقدر تتنفس منيح، وفوق هاد الأخصائي وصل والتجهيزات كلها جاهزة، فليش لسه ما دخلتوها؟ ليش؟ شي غريب، جماعتك رفضوا يعملوا العملية وعم تسألي ليش؟ هن رفضوا يعملوها؟ للأسف هن رفضوا يقوموا بأي خطوة علاج أو يبلشوا بالعملية قبل ما يندفع المبلغ كامل. معقول هالحكي دكتورة؟ لك شو هالمسخرة هي؟ وينك؟ يا شباب. حاضر دكتورة. خذوها على العمليات فورا وحضروها للعملية. ماشي. حاضر. شيل حالك. يلا خلينا انت بتعرفي واجباتك الانسانية ما هيك؟ فيني اعرف ليش ما خبرتيني انه المريضة حالتها خطيرة كل هالقد؟ دكتورة لانه ما دفعوا المصاري. انت عن شو عم تحكي؟ اذا المصاري ما اندفعت بنترك المريض يتعذب ويموت يعني؟ ما علموكي على هالشي بدراسة الطب؟ في شي بالحياة اسمه إنسانية، والإنسانية أهم من كل مصاري العالم. إذا صار شي لجانا مين بيكون مسؤول عنه وعن ابنه؟ لازم نحاول نساعدها وننقذها بأسرع وقت ممكن. خبري الدكتور ماتور والدكتور جوشي إنه تحضيرات العملية صارت جاهزة ولازم نبلش فيها فورا. حاضر. يلا. عندك اجيت، عملية مرتك جانا رح تبلش هلا. مازي دبرت مصاري ما؟ مازن انت عم تسمعني؟ تفضل معي لو سمحت، نحن لازم نعمل شوية اجراءات، بدنا توقيعك على كم استمارة. يلا تفضل. مازن الممرضة عم تحكي معك. روح ما تقلق، انا رح دبر لك كل شيء. مازن آسفة مازن، للأسف ما قدرنا ننقذ الطفل. وجانا لسه حالتها صعبة وتحت الخطر. ما بعرف قبلنا يا جنى.
مازن شو حبيبتي عمتعمل؟ واخيرا رح تكتمل ساعتي ورح صير اب. عن جد عم تحكي؟ ايه مازن. مازن انت شو رايك؟ شو رح اجيب؟ بنت ولا صبي؟ طفلنا رح يكون رمز حبنا. عن جد كتير حلوة، بس ليش التانية فاضية؟ لأنه هاي لأبنا. وضع جانا كتير سيء ولازم تعمل العملية فورا. لازم تأمن المصاري وضروري تستعجل مشان حياتها وحياة ابنها كمان. انت بتعرف منيح اني مستحيل اعطيك مصاري لو شو ما عملت. لهيك جاية تشحد على اسم اختي جانا؟ بس لازم تفهم شغلة قبل يا مازن. انا قلبي مانو طيب مثل ساتيش لحتى اغلط وساعدك. اطلع من بيتي يلا. بتطلع فيني شحاد مني مثل الشحادين اللي بالشوارع. حابب شوفك على حقيقتك لأنك مو أكتر من شحاد. ورغم كل عن جهيتك هلأ صرت مثل الحيوان الأليف. أنا متزوج تنتين، بقدر أصرف عليهم وعيشهم أفضل حياة بيحلموا فيها، وإنت عاجز تعيش زوجة واحدة وتأمن لها أبسط شروط الحياة. شو وينه مازن؟ أكيد لازم يكون هون. أنا كنت عرفانة إنه رح يأمن المصاري بأي طريقة. عمليتي كلفت كتير وأكيد بفضله صرنا أنا وابني بأمان. كل شي تمام، كل شي منيح. جانا حبيبي مازن، كيف حاسة حالك جانا؟ الحمد لله على سلامتك. أنا حسيت بالوحدة كتير بلاكي. أنا كنت خايف، بس الحمد لله صرتي منيحة. مازن شكرا. أنت أنقذت حياتي وحياة طفلي. كنت متأكدة إنك رح تعمل أي شيء. بعرف إنك تعذبت كتير وعملت اللي عليك. تعبت واشتغلت مشان تدير بالك علينا منيح. أنا مستغرب شلون قدرت تأمن المصاري، بس أنت أثبتت نجاحك. مشي الحال مازن،
بتعرف انه كنت واثقة وبعرف شو ما كان الثمن رح تقدر تنقذ حياة ابننا. كل شي كان صعب عليك بس انت اثبتت محبتك، وانت افضل زوج بالعالم، وانا كتير محظوظة فيك مازن، وكمان افضل اب. شكرا. أنا ما قدرت أنقذ طفلنا. سامحيني مازن، ما فهمت عليك شو عم تحكي. سامحيني إن شاء الله. بابا وينه؟ فكرتكم جبتوه معكم. وينه مازن؟ طيب ما رحتوا تدوروا عليه؟ وينه؟ قولوا وينه مشان الله. وينه؟ دورنا بكل محل ما لقينا، دورنا بس كله راح على الفاضي. بس انتوا وعدتوني انكم ما رح ترجعوا بدون مازن. هالشي ما بصير. انا هلا بتشوفوا رح اتصل فيه وقول له يرجع بسرعه على البيت. اكيد انتوا ما دورتوا عليه منيح. سافيتا حاجتك، تعبتي كتير، فوتي لجوا ارتاحي. يلا يلا. يا ربي هي جانا، ما فيني احاكيها بس بقدر اسمع صوتها واطمن عليها. الو مازن؟ مازن مشان الله جاوب. مازن وينك؟ ليش لهلا ما رجعت؟ والله تعبت وانا ناطرتك طول الليل. شو هالشي اللي زعلان منه ومخبيه بقلبك مو قدران تحكي؟ كرمال الله رد سمعني صوتك مازن، بدونك انا ما فيني اعيش. أنا بموت إذا بصير لك شي مازن. يا مازن اللي صار مو غلطك، ساويت كل اللي بتقدر عليه. فليش عم تلوم حالك وتعذبني معك؟ طيب حكيني أي شي، قول كلمة مازن. أنا وحيدة من دونك، سمعان؟ رجع بترجاك، أنا محتاجتك. رجع وحياة الحب اللي بيناتنا، رجع كرمالي مازن. لا تتركني، صرت وحيدة. ألو؟ ألو مازن؟ ما جانا لساتها متأملة إني رح أرجع على البيت. حرام أتركها هيك تنطرني على الفاضي. بكفي عذابها بخسارة ابنها. لازم تعرف بقراري بأي طريقة. طيب با يلا بخاطرك. ماشي ماشي يا اخ. نعم من فضلك ما عادش تخدمني هالخدمه. شو بدي اياك توصلي هالمكتوب لشخص؟ شو شايفني ساعي بريد ولا مرسال؟ لا يا اخ، انا عندي مشكله كبيره وما بقدر اروح لهنيك، وما رح خليك تعمل هالشي ببلاش. خود هي مصاري بترجاك، اعمل معروف. طيب شو العنوان؟
أنا ما قدرت أنقذ ابننا يا جانا. عفوا، انت جانا دشموخ؟ نعم. هي لك. جانا، 4 سنين وثلاث شهور وسبعة ايام وثلاث ساعات و48 دقيقة مضوا على زواجنا. ما بعرف قديش بيعنيكي هذا التاريخ. كل لحظة قضيتها معك من أجمل لحظات حياتي ورح تضل مرافقتني طول عمري. جانا، بتذكري كيف بلشت قصتنا؟ من لما أهلي بالبداية كذبوا عليك وقالوا لك أني أنا مهندس ميكانيك، ورغم أنك أنت عرفتي أنها كذبة وما رفضتي ووافقتي علي، ومن بعدها إجيتي نورتي حياتي وصرتي مع الأيام حبي وسندي وقوتي ووقفتي معي رغم كل الظروف. ومن أول يوم قررت يكون زواجنا ناجح، ولهيك حاولت قد ما بقدر. والحقيقة يلي كل الدنيا صارت بتعرفها عني، اني ما بتخيل حياتي ولا لحظة من دونك انت حبيبتي. الانسان عادة بيصح له يعيش مرة. عم بسأل حالي، في حدا بيعيش مرتين؟ ما بظن اني واحد منهم. جانا، ما بعرف اذا حياتي رح تنتهي او رح ينكتب لي بلش بحياة جديدة بمكان تاني. بحياتي اللي عشتها معك حاولت اني امنحك السعادة، وحاولت انه تكون كل لحظة معك اجمل، بس الظروف ما سمحت لي خليكي مبسوطة على طول بحياتك معي. بالعكس، حملتك همي وتعبي، وكرمال حبك اللي تحملتي. بدي اقول لك سر، انت مالك محظوظة لانه عندك زوج ماله اي فائدة مثلي، وما عطاك حقك من السعادة ولا حقك بانك تصيري ام حتى. لهيك قررت أنا أطلع من حياتك وبعد لفترة، وإذا الحياة أعطتني فرصة أكيد رح أرجع لعندك ورح أحقق لك كل أحلامك. دعيلي تجيني فرصة بالأول، وإلا رح موت بالبعد عنك. بس يا جانا، طالما أنت معي حظك سيء، مع أنه الحياة من دونك ما لا طعم ولا لون، بس نرجع نلتقي ما عاد نفترق أبدا. بس دعيلي إنجح بهي المهمة جانا، لأنه صوت قلبك مسموع بالسماء. حبيبتي، فراقك عني كتير صعب، ولوقت ما نلتقي اهتمي بحالك. روحي رح تضل حواليكي لأنك أنت أهم من روحي وقلبي اللي عايش فيهن. جانا، لا تستنيني لأنه رحلتي كتير طويلة وما بعرف شو يلي مخبي لي يا الزمن. عيشي كأني معك لأنه سعادتك يعني سعادتي. وما تنسي أنك كل حياتي، وأنا مستحيل أنساكي. مكتوب نبدأ مشوارنا سوا، وما بعرف إذا رح ننهي سوا. هيك الواقع، وبالوقت يلي رح تقري فيه رسالتي يمكن يكون بمكان تاني. بحبك. مازن، مازن، جانا بنتي قولي شو اللي صار لك؟ كرمال الله صح صحي لك، شو صار لك بنتي؟
صوتي جانا. جانا قولي شو في. جانا جهنا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.